بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القسمة على العدد من رقمين، مثال وجدناه القسمة اللي هي 396 قسمة 36. هنا بنبحث عن عدد نضرب فيه، دائما الجدول حق 36 اللي هو 36 في 1، 36 في 2، 36 في 3، في 4، في 5، هي بنحتاجها هنا في هذه القسمة. طبعا هذه القسمة بتكون بهذه الطريقة، نعمل خط القسمة، قسمة مطولة كده، ونقسم الآن 36 على 39. ناخذ رقم واحد، طبعا لو أخذنا رقم واحد هيكون عندنا 36 تقسيم 39 قسمة 36، يعني 39 فيها كم؟ 36 تقريبا فيها الواحد، لأنه ضربنا 36 في واحد تعطينا اللي هي 36، فنقول فيها الواحد. واحد ضرب 36 الناتج اللي هو 36. طيب نطرح، طبعا نضرب بعدين نطرح. أول حاجة قسمة 36 قسمة 36، بعدين 39 قسمة 36، وبعدين الناتج، ونضرب الناتج اللي هو 1 في 36 نكتبه هنا ونطرح. 9 طرح 6 اللي هي 3، 3 ناقص 3 اللي هي 0، ننزل الستة. نفس العدد إذا يقبل القسمة، الناتج هيكون اللي هو 1. نقول فيها الواحد، 1 في 36 اللي هي 36، طبعا الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات، ونطرح 6 ناقص 6 اللي هي 0، 3 ناقص 3 اللي هي 0. إذا الناتج هو 11. ناتج القسمة يساوي 11، وطبعا الباقي ما في باقي، حيكون ما في داعي نكتب الباقي. طيب نشوف السؤال الثاني. يقول اللي هي 751 قسمة، نشوفها بصورة ثانية أفضل. هنا ناخذ رقمين اللي هي 7، طبعا ما تقبل، ناخذ 75. 75 قسمة 30 تقريبا فيها الكم؟ فيها الاثنين، يعني مثلا لو ضربنا 30 في 2 الناتج 2 في 0 0، 2 في 3 اللي هي 6. ولو ضربنا 30 ضرب 3، 3 في 0 اللي هي 0، 3 في 3 اللي هي 9. إذا أقرب شيء اللي هي هذا، نقول فيها 2، 2 في 30 اللي هي 60. نطرح 5 ناقص 0 5، 7 ناقص 6 اللي هي 1، نزل 1. طيب 151، يعني 30 في كم تعطينا 151؟ ايوه، هنا بنضرب 30، طبعا في 3 ما جابت، نقول 30 في 5، 30 ضرب 5، 5 في 0، 5 في 0 الناتج اللي هو كم؟ 0، 5 في 3 اللي هي 15، تقريبا هي 100 فيها 3، إذا نقول هنا فيها 3، اللي هو 3، 3 في لا ما فيها 5، مش 3 فيها، آسف، فيها 5، 5 في 30 اللي هي 150. نطرح 1 ناقص 0 0 1، 5 ناقص 5 اللي هي 0، 1 ناقص 1 اللي هي 0. إذن الناتج هو 25، والباقي الناتج 25 والباقي 1. الحمد لله رب العالمين.